صباح الخير، اهلا وسهلا بكم مع الفا دايفنج وحلقه جديده مع استعراض مواقع الغطس. حلقه اليوم بالتعاون مع البوم دايفنج، نوجه لهم جزيل الشكر لتوفير الامكانيات والمساعدات. تابعونا وان شاء الله تستمتعوا معنا برحله اليوم. بداية موقع اليوم هو شارم روك. الموقع يتسمى باسم قرية شارم، المواقع قبالة الموقع. موقع غطس رائع جدا، بيتكون من ثلاث صخور قريب من الشاطئ بعمق يتراوح ما بين 8 إلى 14 مترا حسب المد والجزر. موقع غني بالكائنات البحرية والمارين بيولوجي، نوصي جميع الغطاسين بزيارته والاستمتاع بتصويره تحت الماء. تابعونا وإن شاء الله تستمتعوا معنا. رجعنا لكم، نتمنى تكونوا استمتعتم بالغطسة معانا. غطسة اليوم كانت كتير ممتازة، المواقع غنية بالحياة البحرية، الموضوع محتاج مجهود شوية لكن بالمجمل يستحق المحاولة. نشكركم لحسن متابعتنا، جزيل الشكر لمركز البوم للغطس، توفير الإمكانيات، المراكب أكتر من رائعة، الستاف أكتر من أسيستنتس وسمايلي، أهم شيء محافظين على مسافة التباعد الاجتماعي، وأخيراً سيفتي فيرست. جزيل الشكر لمركز البوم للغطس، نشكركم لحسن متابعتنا، ما تنسوش ابعتوا لنا آرائكم ومقترحاتكم أو أي أسئلة، وإن شاء الله نلتقي قريباً في مواقع أكتر للغطس. مع السلامة.